مع اقتراب نهاية الموعد المحدد لإجلاء الرعايا الأجانب والمتعاونين مع قوات الناتو من أفغانستان، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من تهديدات إرهابية قد تستهدف الحشود المتجمعة عند مطار كابول. وزارة الخارجية الأمريكية طالبت الحشود الغفيرة عند المدخل آبي والمدخل الشرقية والشمالية بمغادرة المكان فوراً بسبب ما أسمتها بتهديدات أمنية لم تحددها. بدورها نشرت وزارة الخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني في تحذير مماثل داعية الحشود بعدم الذهاب إلى مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول. الخارجية البريطانية حذرت في منشورها من وقوع هجوم إرهابي في وقت لا يزال فيه آلاف الأفغان محتشدين عند بوابات المطار على أمل إجلائهم من بلدهم بعد سيطرة طالبان. على غرار بريطانيا، حذرت الخارجية الأسترالية من أن هناك تهديدا مرتفعا للغاية بوقوع هجوم إرهابي، ونصحت سيدني أولئك الذين يحاولون مغادرة أفغانستان بعدم التوجه إلى المطار، وطلبت من أولئك الموجودين خارجه حالياً بالذهاب إلى أماكن أكثر أمناً. من جهة أخرى، أوقفت الحكومة البلجيكية عمليات الإجلاء من المطار في قرار اتخذته قبيل أيام من إنجاز القوات الأمريكية انسحابها من أفغانستان. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد قال إن طالبان تعهدت بالسماح للأمريكيين ولرعايا دول أخرى وكذلك للمواطنين الأفغان المعرضين للخطر بالمغادرة بعد انسحاب القوات الأجنبية من كابول في 31 من آب أغسطس الجاري.